بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في الكورس بتاع بي ال سي. ده تلخيص المحاضره الاولى. معكم الدكتور محمود عثمان، دكتور في كليه الهندسه جامعه اسيوط، حصل على البكالوريوس الماجستير من جامعه اسيوط ودكتوراه من جامعه يونيفرسيتي فلورين في فرنسا. هنبتدي ان شاء الله النهارده هنتكلم في اول محاضره تخص الكورس، فدي التوبكس اللي احنا هنغطيها في الكورس. هناخد مقدمه على البي ال سي، وبعدين هنتكلم على الفاندمنتالز بتاعه البي ال سي بروجرامنج، بعد كده هنتكلم على التايمرز والكاونترز، وازاي نعمل ماث انستراكشنز والكومباريزون انستراكشنز، وازاي نعمل ديفايس كونفيجريشنز، وهنختم ان شاء الله ببعض الكيس ستاديز. طيب نبتدي الاول، ايه هو البي ال سي؟ البي ال سي بابسط تعريف وابسط مفهوم ليه هو عباره عن اندستريال كمبيوتر بيتبرمج عشان يعمل كنترول فانكشن او كنترول تاسك معينه، لكن هو في النهايه عباره عن ايه؟ عباره عن اندستريال كمبيوتر جواه بروسيسور، جواه ميموري، جواه انبوت اوتبوت تيرمينالز، جواه باور سبلاي، يعني بيبقى كونكتد باور سبلاي. فهو في نفس الكومبوننتس بالظبط بتاعه الكمبيوتر، لكن الفرق احنا بنستخدمه في الاندستريال ابلكيشنز. طبعا يفرقوا عن برضه عن الكمبيوتر ان مفيش كيبورد، مفيش ماوس، مفيش اللي هي الحاجات بتاعه اليوزر تيرمينالز دي. البي ال سي يعني كان الدافع ورا ظهوره ان احنا نستبدل بيه الهارد وايرد ريلي كنترول، ان الكلاسيك كنترول اللي هو كان قائم على الريليز والكونتاكتورز، نتيجه التعقيد بتاع السيستم وصعوبه التعديل او التغيير في السيستم في الكنترول بانل لما نيجي نغير السيستم، فده ادى او يعني ادى دافع لظهور البي ال سي. البي ال سي لما حل محل الريليز مش بس ادانا الامكانيه ان احنا نعمل كنترول فانكشنز، لا كمان ادانا الامكانيه يعني مش بس نعمل عمليه سويتشنج، بس ادانا الامكانيه كمان ان احنا نعمل فانكشنز ما كناش نقدر نعملها بريليز، زي عمليه التايمنج والكاونتنج، وان احنا نعمل عمليه بعض الكالكوليشنز، او ان احنا نعمل بروسيسنج للانالوج سيجنالز، او نقدر احنا نعمل كوميونيكيشن ما بين بي ال سي والاخر. فهنا لو جينا نقارن نشوف المزايا بتاعت البي ال سي مقابل الريلي كنترول. الميزه الاولانيه الريلايبيليتي، في البي ال سي مور ريلايبل مقارنه بالريليز والكونتاكتورز. تاني حاجه الفلكسبيليتي، سهوله ان انا اعدل في البرنامج بتاع السيستم لو حصل اي تعديل او تغيير في البروسيس اللي انا بتحكم فيها. الكوست بتاعه اقل مقارنه بالكوست بتاع ريلي كنترول. الكوميونيكيشن كابابيليتي، دي طبعا فيتشر مهمه جدا في البي ال سي مش موجوده في ريليز. الريسبونس تايم بتاعه اسرع، وعمليه تشخيص الاعطال اللي ممكن تحصل فيه بتتم بشكل اسهل، وبرده اسهل ان انا اعمل بيه تيست فيلد للديفايسز اللي انا بشتغل عليها في البروسيس. في شركات كتيره بتنتج البي ال سي، لكن دي الميجور مانيفاكتشرز بتاعت البي ال سي اللي هي اكبر شركات لها نصيب ولها توزيع ولها حصه في السوق، فمن اشهرهم الن برادلي وسيمنز واي بي بي وشنايدر طبعا وباقي الـ 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 المصنعين الكبار دول. احنا في الكورس ده هنركز على سيمنز بي ال سي. السيمنز بي ال سي في اكتر من موديل موجود في بي ال سي حسب السيريز اللي عاملاهم، ففي اس 5 في اس 7 وفي اللوجو وفي السيفتي بي ال سي. فاحنا هنشتغل على يعني هيبقى تركيزنا في الكلام واحنا بنعمل برمجه على الاس 7 300، وده مشهور جدا في الاندستري. زي ما قلنا المكونات الاساسيه لاي بي ال سي هو عباره عن في عندي سي بي يو بالميموري بتاعتها، والسي بي يو دي بتتغذى بباور سبلاي، وفي عندي انبوت موديول وفي عندي اوتبوت موديول. يبقى انا هنا بوصل الانبوت سيجنالز اللي هي جايه لي مثلا من السنسورز، وهنا بوصل الاوتبوت سيجنالز اللي انا ببعتها للاكشويترز الموجودين في السيستم اللي هي ممكن تبقى موتورز سلندرز ايا ما كان شكلها ايه. وبعدين في الاخر خالص عندي البروجرامنج ديفايس اللي بتديني امكانيه ان انا اعمل برمجه للبي ال سي عن طريق الكمبيوتر، وابعت البرنامج بتاعي للبي ال سي، او العكس ان انا اقرا البرنامج الموجود على البي ال سي وابعته للبرنامج. الطريقه اللي الكومبوننتس دي متوصلين بيها مع بعض بتديني في سيمنز بتديني تو كاتيجوريز، في عندي كومباكت بي ال سي وفي عندي موديلر بي ال سي. الكومباكت بي ال سي اللي هو الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده، السكتش هنا يوضح ان هو الاربع كومبوننتس موجودين بس بيلت ان، يعني 1 يونت. فلو دول مع بعض كلهم بيلت ان 1 يونت ده يديني الكومباكت بي ال سي. انما المقابل الحكايه دي هو الموديلر بي ال سي، وده معناه ان كل يونت من دول عباره عن موديول، موديول مستقل منفصل انا بشتري حسب الامكانيات والمواصفات اللي انا عاوزها. فالباور سبلاي ده ليه موديول لوحده، السي بي يو ده موديول لوحده، الانترفيس موديول، السيجنال موديولز اللي هي الديجيتال والانالوج، الفانكشن موديول، كوميونيكيشن بروسيسور، وهكذا. فاحنا بنتحكم في عدد الموديولز اللي احنا محتاجينها على حسب الامكانيات بتاعه السيستم. فدي مقارنه سريعه ما بين الكومباكت وما بين الموديلر. طبعا من ناحيه التصليح
الكومباكت بيبقى الموضوع اصعب بالنسبه لنا، لان احنا لو حصلت فيه مشكله في البي ال سي ممكن نضطر ان احنا البي ال سي كله نستغنى عنه ونجيب واحد غيره. لكن في الموديولر لو حصلت مشكله في احد الموديولز اقدر استبدله بموديول مختلف. بالنسبه لعدد الانبوتس والاوتبوتس في الكومباكت انا محكوم بيهم لان هم بيلت ان، لكن في الموديولر بي ال سي دول انا اقدر انا عندي المرونه ان ازود عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس زي ما انا عاوز. نيجي بقى للنمبر اوف موديولز، بالنسبه للكومباكت فدول اوريدي موجودين بيلت ان فما اقدرش يعني اعدل فيهم او ازود عليهم، لكن في المودولر بي ال سي اقدر ازود موديولز على الراك. الراك ده اللي احنا المكان اللي احنا هنثبت عليه السي بي يو والباور سبلاي باقي الموديولز، فاقدر ازود موديولز زي ما انا عاوز. طيب الابلكيشنز ايه؟ واضح كده ان الكومباكت ممكن استخدمه في الابلكيشنز اللي هي بسيطه، اللي هي مش محتاجه بروسيسنج عالي، مش محتاجه يكون في عندي انبوتس كتيره اوتبوتس كتيره، زي السمول اندستريال ابلكيشنز او زي الدوميستيك ابلكيشنز، يعني زي الاجهزه المنزليه مثلا. لكن المودولر بي ال سي طبعا لان ده امكانياته اكبر وده بيديني مرونه اكبر في التشغيل، فده الغالب استخدامه في الاندستريال ابلكيشن. لكن طبعا في المقابل الحكايه دي اكيد زي ما احنا متوقعين ان الكومباكت بي ال سي الكوست بتاعه اقل مقارنه بالمودولر بي ال سي. برضو السايز دي نقطه ثانيه مهمه، الكومباكت بي ال سي طبعا السايز بتاعه صغير نتيجه ان كله 1 يونت بلت ان، لكن المودولر نتيجه ان انا بشتري موديولز مستقلين عن بعض ووصل كله ده ببعضه فبيديني سايز كبير للبي ال سي مقارنه بالكومباكت. امثله على الموديلات اللي هي كومباكت ومودولر في شركه سيمنز، الاس 7200 ده بيتصنف ان هو كومباكت بي ال سي، لكن الاس 7300 والاس 7400 اللي هم مشهورين جدا في الفاميلي بتاعه سيمنز دول مودولر بي ال سي. طب هنتكلم دلوقتي على الموديولز دول واحده واحده نبتدي نعرف بعض التفاصيل المتعلقه بهم. نيجي اول حاجه الباور سبلاي، الوظيفه الاساسيه للباور سبلاي ان هو يديني سيف فولت للسي بي يو، دي الوظيفه الاساسيه ليه، ان هو يغذي السي بي يو بالفولت اللي محتاجه. الفولت اللي بيحتاجه السي بي يو كام؟ 24 فولت دي سي، فدي فانكشن ثانيه ليه ان هو بيحول لي الباور سبلاي اللي عندي اللي هي الافيلابل في المكان اللي هي الاي سي فولتج بيحولها ل 24 فولت دي سي. طيب الكرنت اللي انا باخده من الباور سبلاي ده ممكن يبقى 2 امبير 5 امبير او 10 امبير حسب الابلكيشن. طيب 2 و5 و10 دي معناها ايه؟ معناها ان انا لما اجي اشتري باور سبلاي موديول ممكن اشتري باور سبلاي 24 فولت 2 امبير او 24 فولت 5 امبير او 24 فولت 10 امبير، وطبعا الكوست بيبقى مختلف، لكن انا بحدد الريكويرمنتس بتاعتي بناء على الابلكيشن. طبعا نتيجه ان انا الباور سبلاي لازم يغذي السي بي يو يبقى لازم هنعمل كونكشن ما بين الباور سبلاي وما بين السي بي يو، وكمان هنعمل كونكشن مع الموديولز الاخرى زي الانبوت والاوتبوت موديولز زي ما هنشوف بعدين عشان هو يغذيهم بالسبلاي اللي هو الفولتج سبلاي اللي هو المطلوب ليهم. طبعا في الكومباكت بي ال سي احنا مش محتاجين نعمل الحكايه دي لان كله بيلت ان في بعضيه، فانا مش محتاج ان انا اجيب باور سبلاي واعمل اي عمليه وايرنج. يبقى ده الموديول الاولاني. نيجي بقى للموديول الثاني اللي هو المهم جدا السي بي يو، طبعا ده عقل البي ال سي، يعني ده اهم جزء في البي ال سي لان هو ده اللي بينفذ البرنامج بتاعي. فوظيفه السي بي يو ان هو ينفذ البرنامج اللي انا ببعته له من الكمبيوتر. فلو السي بي يو ده حصل فيه مشكله وقف السيستم كله هيقف. بالنسبه للاس 7 سي بي يو الفاميلي اللي هي الاس 7 سي بي يو بتاعت سيمنز في عندنا تو موديلز، في عندي اللي هو الاولد ستايل وفي النيو ستايل، الستايل القديم والستايل الجديد. زي ما احنا شايفين كده هنا اهو ده الاولد ستايل وده هنا النيو ستايل. هنلاقي ان الفرق الاساسي بينهم في المود سيلكتور. انا عندي في السي بي يو هنا اهو في الـ في الـ في الـ في الموديل القديم في عندي اربع مودز، هم لو جينا كبرنا الجزء ده بره اهو في عندي ران بي ران ستوب ميموري ريسيت، لكن عندي في الستايل الجديد في عندي ثلاثه مودز بس اللي هم الران والستوب والميموري ريسيت، فكانهم يعني استغنوا عن المود بتاع الران بي. طب تعالى نفهم ايه الاربع مودز دول عشان احنا لو قدامنا يعني موديل قديم او جديد نقدر نتعامل ونعرف الفرق ما بين المودز دي ايه. في الران بي اللي بيحصل ايه؟ ان معناها ان انا ان السي بي يو دلوقتي بينفذ البرنامج اللي موجود او البرنامج اللي مبعوت له. دي حاجه. النقطه الثانيه بقى مهمه جدا هي اللي دي هتفرقه عن المود الثاني، ان انا لو انا مختار يعني واقف على المود ده بتاع الران بي معناها ان انا اقدر اعمل داونلود او ابلود للداتا اللي موجوده على البي ال سي مع الكمبيوتر، يبقى الاثنين اللاود، هم الاثنين اللاود مسموحين بيهم مسموح بيهم. يبقى انا ممكن ابعت البرنامج للبي ال سي او ممكن اخد برنامج من على البي ال سي. ده في الران بي. طب نيجي للران. الران
برضو السي بي يو بيعمل اكسكيوت للبرنامج، يعني بينفذ البرنامج المبعوث. لكن دلوقتي الفرق بينه وبين الران بي ان انا اقدر في لو انا واقف على الران بي اقدر اقرا الداتا اللي موجوده على البي ال سي، لكن ما اقدرش ابعت له برنامج. طبعا الكلام ده فين؟ في الستايل القديم، الستايل القديم بتاعت السي بي يو بتاعت سيمز. فاحنا قلنا ان الران بي اتلغى، فده معناها ان الران دلوقتي هو كانه هو الران بي في الستايل القديم. يعني انا لو جيت هنا اهو ووقفت السويتش ده على السيلكتور ده، المود سيلكتور على الران، معناها ايه؟ ان في الوضع ده السي بي يو شغال بينفذ البرنامج، اقدر ابعت برنامج للسي بي يو واقدر اقرا برنامج من على السي بي يو وهو في الوضع بتاع الران. ده بالنسبه لمين؟ بالنسبه للستايلز الجديده بتاعه السي بي يو. لكن في الستايلز القديمه لو انا واقف على الران بي ممكن اقدر ابعت برنامج للسي بي يو او اخد منه البرنامج. لو انا واقف على الوضع بتاع ران ممكن اقرا بس البرنامج الموجود على السي بي يو لكن ما اقدرش ابعت له حاجه. الوضع بتاع الستوب معناها ان السي بي يو دلوقتي مش بينفذ البرنامج اللي موجود، فما بيعملش اي بروسيسنج للداتا اللي داخله له. الوضع الاخير اللي هو الميموري ريسيت، ده بيعمل ريسيت او بيمسح الذاكره بتاعه السي بي يو. طب ده دخلنا او يودينا للنقطه بتاعه الميموري بتاعه البي ال سي. احنا عندنا في البي ال سي في اربع انواع من الميموريز. طبعا تاني احنا بنتكلم على سيمنز بي ال سي، ففي عندنا اربع انواع. في عندي اللود ميموري، في عندي الورك ميموري، في عندي سيستم ميموري، وفي عندي ريتنتيف ميموري. تعال نشوف ايه الفرق بينهم. عشان نفهم الفرق ما بين الانواع دول هنشوف بسرعه الفرق ما بين انواع الميموريز الموجوده في جهاز كمبيوتر العادي. في عندي الذاكره اللي هي بنسميها الرام، اللي هي راندوم اكسس ميموري، اللي هي الذاكره العشوائيه. الذاكره العشوائيه دي ميزتها ايه او بتشتغل ازاي؟ ان الداتا بتروح بتتخزن على اي مكان في اي افيلبل سبيس في الرامات بشكل عشوائي، يعني مفيش اوردر معين لتسجيل الداتا على الرامات. طيب الحكايه دي بتفيدني في ايه؟ بتفيدنا في ان احنا الداتا البروسيسنج بتاع الداتا بيكون سريع، عشان كده الرامات بتاثر من الحاجات المؤثره بشكل قوي على السرعه بتاعت التشغيل بتاعت التنفيذ. لكن العيب بتاع الرامات ايه؟ ان لو حصل اي باور لوس، لو الكهرباء قطعت او حصل انا عملت سويتش اوف، كل الداتا الموجوده على الرامات بتضيع. فده النوع الاولاني من الرامات. في بقى فاميلي ثانيه خالص اللي هي اسمها الفاميلي بتاعه الريد اونلي ميموري. فلو جينا خدنا ابسط حاجه خالص اللي هي الريد اونلي ميموري، دي معناها ان الداتا اللي موجوده على الميموري داتا بتفضل موجوده، اولا انا ما اقدرش اعدل عليها ما بتتمسحش، لو حصل اي باور لوس الداتا بتفضل محتفظه بيها، لكن ما اقدرش اعدل على الداتا اللي موجوده في الروم دي خالص. بعد كده في عندي فاميلي اكبر منها اللي هي اسمها ايبروم. ايبروم اللي هي اريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري، معناها ان هي برضو الداتا الموجوده فيها بتحتفظ بيها لو حصل باور لوس، لكن الفرق ما بينها وما بين الروم ان انا بقدر ابرمجها واقدر امسح الداتا اللي عليها. لكن الميموري اللي عندي اللي هي من النوع ده اللي هي الايبروم، عشان امسح الداتا اللي عليها بستخدم الاشعه اللي فوق البنفسجيه. بعد كده في عندي الفاميلي اللي فوقيها اللي هي اي بروم، في عندي اي زياده هنا اهو، فدي اللي هي الكتريكالي اريزابل بروجرامبل ريد اونلي ميموري. ده معناها ان دي من نفس الفاميلي بتاعت الروم، بمعنى ان لو حصل اي باور لوس الداتا بتفضل محتفظه بالداتا الموجوده عليها، لكن انا بقدر ببرمجها واقدر امسحها، بس المره دي مش عن طريق اشعه فوق بنفسجيه ولكن عن طريق اشاره كهربيه. وبعد كده النوع الاخير اللي احنا يعني عايزين نستعرضه اللي هو الفلاش ايبروم. ده نفس الفكره بتاع ده لكنه اسرع في التشغيل واللايف تايم بتاعه اطول، لان الاي ايبروم اللي هنا ده اللايف تايم بتاعه ليميتد، يعني بعد عدد معين من المرات بتبقى خلاص الميموري بتنتهي. لكن الفلاش ايبروم بيبقى اللايف تايم بتاعه اطول وسرعه تسجيل الداتا والبيانات اللي عليه بتبقى اسرع من الاي ايبروم. فلو رجعنا تاني للميموريز الموجوده على البي ال سي، احنا قلنا موجود عندنا اربع انواع، اللود والورك والسيستم والريتنتيف. فدلوقتي هنربط دول او يعني نعمل لينك ما بينهم ما بين الميموريز الموجوده على الكمبيوتر عشان نفهم هم بيشتغلوا ازاي. اول حاجه اللود ميموري. اللود ميموري وظيفتها ايه؟ ان هي بتخزن البرنامج اللي انا ببعته للبي ال سي. انا دلوقتي عملت برنامج على الكمبيوتر على السوفت وير اللي انا بشتغل عليه، وبعدين باخد البرنامج ده وابعته للبي ال سي، فبتخزن في اللود ميموري. اللود ميموري دي ممكن تبقى انترنال او اكسترنال. انترنال دي في الموديلات القديمه بتاعت السي بي يو، يعني الذاكره موجوده بلت ان داخليه جوه الجهاز. في الانواع الجديده بتاعت البي ال سي الميموري دي اكسترنال، تبقى كارت عباره عن ام ام سي كارد بالشكل اللي احنا شايفينه ده، زي كارت شبه كارت الموبايل بالظبط.
لما كانت الميموري يعني في الانواع القديمه لما كانت انترنال الميموري اللي هي اللود ميموري دي بتشتغل زيها زي الرام. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لو الكهرباء فصلت البرنامج اللي عليها بيضيع. عشان كده في الموديلات القديمه بتاعت السي بي يو بيبقى موجود فيه بطاريه عشان ما يحصلش الحكايه دي، عشان البرنامج اللي موجود اللي انا بعته لو انا فصلت الكهرباء او حصل اي مشكله في الكهرباء ما اضطرش ان انا اعمل ابعت البرنامج كل شويه. لكن في الانواع الجديده نتيجه ان الاكسترنال ميموري دي ما هياش رام، لا دلوقتي بتشتغل كانها فلاش ميموري، فلاش ميموري. فحتى لو حصل كهرباء يعني فصلت لاي سبب من الاسباب بيفضل الداتا الموجوده على الميموري زي ما هي. يبقى اذا نلخص الحكايه، اللود ميموري دي عباره عن ايه؟ الذاكره اللي انا اللي بيتخزن عليها البرنامج اللي انا ببعته للبي ال سي. في الموديلات القديمه الميموري دي انترنال زي بالظبط كده لو هنشبهها زي الذاكره الداخليه بتاعه جهاز الموبايل. في الاجهزه الجديده الميموري دي اللي هي اللود ميموري اكسترنال زيها زي الكارت الميموري بتاع جهاز الموبايل. فلما كانت في الموديلات القديمه لما كانت الذاكره دي انترنال هي بتشتغل كانها رام، وبالتالي كنت انا محتاج ان انا لازم يبقى في راكب بطاريه علشان يعمل باك اب للداتا الموجوده عليه لو حصل اي باور لوس. لكن في الانواع الجديده اللي هي بيكون فيها اللود ميموري دي عباره عن فلاش ميموري، خلاص هي بتشتغل كانها فلاش ميموري بالظبط، وبالتالي بتحتفظ بالداتا لو حصل اي باور لوس. طيب نيجي بقى للوركينج ميموري، النوع الثاني من الميموريز الموجوده في بي ال سي. دي وظيفتها ايه؟ بتخزن الجزء التنفيذي من البرنامج، فدي بتشتغل كانها رام. يعني السي بي يو هو شغال بيحتاج ان هو يخزن داتا معينه هيحتاجها اثناء التشغيل، فالداتا دي بيخزنها في الوركينج ميموري، وبالتالي بعد لو انا فصلت الباور عن البي ال سي الداتا الموجوده عليه بتبقى خلاص الداتا بتروح. السيستم ميموري بقى النوع الثالث، ده بستخدمه عشان بخزن فيه الادريسز بتاعت الانبوتس والاوتبوتس اللي متوصله في البي ال سي. فانا دلوقتي اي انبوت عندي بيبقى ليه ادرس معين، الادرس ده بيتخزن في الميموري دي. وانا في البرنامج لما بنيجي نعمل برنامج زي ما هنشوف بعدين هلاقي ان احنا لما انا عايز اقول له او افهمه ان هو يقرا داتا من على انبوت معين فانا بفهمه الحكايه دي بالادرس بتاع الانبوت. يعني بقول له اقرا الداتا الموجوده في الادرس الفلاني، والادرس الفلاني انا عارف في الهاردوير ان الادرس ده يقابله انبوت متوصل على التيرمينال المعين اللي انا موصله عليه، ونفس الكلام بالنسبه للاوتبوت. اخر نوع من الميموري موجوده في السيمنز اس 7 اللي هي ريتينتيف ميموري. الريتينتيف ميموري بالظبط هي عباره عن الروم بتاعه البي ال سي، فالداتا المتخزنه عليها دي الداتا بتاعه المصنع، فدي بتبقى متخزنه بشكل بيرمننت، يبقى الداتا دي ما اقدرش اعدل فيها وما اقدرش امسحها. بعد كده بالنسبه للسي بي يو يبقى احنا اتكلمنا بالنسبه للسي بي يو، اتكلمنا على الميموريز الموجوده جواها. هنتكلم بقى على نقطه ثانيه مهمه فيه اللي هي البورتس اللي هي منافذ الداتا اللي ممكن الاقيها في البي ال سي. في السيريز اللي هي الاس 7 ممكن الاقي حاجه من الاربعه بورتس دول، ممكن طبعا الاقي واحد بس او الاقي اثنين او الاقي ثلاثه او الاقي الاربعه على حسب الموديل اللي انا مشتريه. فالاربعه بورتس اللي هم مشهورين اللي هو ام بي اي، الدي بي، البي تي بي والبي ان. اول حاجه عندي البورت الاولاني اللي هو الام بي اي بورت. الام بي اي بورت اللي هو ده اهو، ده الشكل بتاعه. الام بي اي موجود في كل الاس 7 300 والاس 7 400. يبقى اي اس 7 سي بي يو هتلاقي البورت ده لازم يكون موجود. ليه؟ الوظيفه الاساسيه بتاعته ان انا بستخدمه عشان اوصله بالكمبيوتر وابعت البرنامج للبي ال سي. ده الوظيفه الاساسيه ليه. لكن ممكن استخدمه كمان تاني عن طريق الكابل ده ان انا اعمل ام بي اي نتورك. ام بي اي نتورك يعني اوصل البي ال سي ب بي ال سي تاني مثلا، اوصله بفاسيلتي اخرى وليكن مثلا زي الاتش ام اي، واعمل نتورك عن طريق البورت ده اللي هو الام بي اي نتورك. وبالحاله دي بستخدم الكيبل اللي هو ده زي ما احنا شايفين، ده الكيبل اللي انا بوصله ما بين البي ال سي وما بين الطرف التاني بقى. عشان كده هنلاقي ان الجزء التاني من الكابل متغير. لو انا هوصله بكمبيوتر يبقى انا هحط الكابل اللي هو في اخره يو اس بي، لو انا هوصله بفاسيلتي ثانيه بحط الكابل اللي بستخدمه اللي هي اقدر اوصله بالفاسيلتي الثانيه. فالنوع ده من الكابلات اللي بيشتغل بالظبط كانه سيريال او البورت ده بيشتغل كانه سيريال بورت بالظبط، فهو قائم على الار اس 485 كوميونيكيشن بروتوكول. النوع الثاني من البورتات اللي هو الدي بي بورت، ده شبيه خالص شبه الام بي اي بورت. الوظيفه الاساسيه ان انا بستخدمه عشان اعمل نوع من انواع النتورك اسمه بروفي باس نتورك.
يبقى انا بستخدم البورت ده عشان اوصل بي ال سي ببي ال سي اخر، او اوصله مثلا بانترفيس موديول، او اوصله ب اتش ام اي او وات ايفر اللي انا هوصله بيه، واستخدم البورت ده عشان اعمل النتورك دي ما بين البي ال سي وما بين الحاجه الثانيه اللي انا بوصلها. فلو انا استخدمت البورت ده، الحاله في الحاله دي بنسمي النتورك اللي هي بتشتغل على البورت ده على الدي بي بورت بنسميها بروفي باس نتورك. زي ما قلنا هو شبه الام بي اي بالظبط، لكن يفرقوا عن بعض في ايه؟ يفرقوا في سرعه نقل الداتا في الدي بي بورت او عن طريق البروفي باس نتورك، تبقى سرعه نقل الداتا اسرع وبتديني امكانيه اكبر في موضوع ان انا اوصل بي ال سي بحاجات ثانيه اخرى. يعني عدد النودز والماستر سليف اللي ممكن اعمله في النتورك لما استخدم البروفي باس هو بيكون اكبر، ولذلك دي يعني احيانا بيسموها الاندستريال نتورك، ده الاستخدام الاكبر ليها. يعني في نوع ثالث من البورتس اللي هو البي تي بي، ده شبه بالظبط او اللي زي الشكل اللي احنا شايفينه ده، شبه البارل البورت اللي كان موجود قديم قبل كده في الكمبيوتر اللي كنا بنوصل بيه البرنتر والحاجات دي. فده بستخدمه لو كان موجود في السي بي يو عشان بوصل فيه بعض الاجهزه المعينه زي البرنتر او الباركود ريدر او بعض الاجهزه اللي ممكن تحتاج النوع ده من البورتس. وفي الحاله دي النتورك ما بين البي ال سي وما بين الاجهزه المتوصله بيه عن طريق البورت ده بيسموها مود باس نتورك. النوع الاخير اللي هو ايه؟ اللي هو البروفي نت او الايثرنت بورت، ده ببساطه اللي هو عباره عن ايه؟ البورت بتاعه زي بورت الانترنت بالظبط اللي موجود في جهاز الكمبيوتر. برضو بستخدم البورت ده عشان اوصل السي بي يو باي جهاز تاني، سواء كان جهاز كمبيوتر او اي جهاز تحكم تاني او بي سي اخر، عن طريق كيبل اللي هو الكيبل زي الشبه بتاع الانترنت بالظبط. وفي الحاله دي بنسمي النتورك ما بين البي ال سي وما بين الجهاز الثاني متوصل بيها بنسميها بروفي نت نتورك. فده فيديو سريع بيوضح انواع البي ال سي، انواع البورتس الموجوده في البي ال سي. The first port is the MPI port, which we said is on all S7300 and 400 CPUs, and it's used for MPI network. DP port is used for Profibus DP network. PTP port is used for Modbus network and is also used for connecting to devices like printers and barcode readers. And PN port is also used in Profinet network. إذا احنا شفنا عندنا انواع مختلفه من البورتس، والانواع دي او البورتات المختلفه دي ممكن استخدمها عشان اعمل انواع مختلفه من النتوركس. فشفنا مثلا ممكن استخدم الام بي اي بورت عشان اعمل ام بي اي نتورك، او استخدم الدي بي بورت عشان اعمل بروفي باس نتورك، او استخدم الايثرنت بورت عشان اعمل بروفي نت، او استخدم البي تي بي بورت عشان اعمل المود باس نتورك. طب الفرق ما بين النتوركس دي ايه؟ يعني ايه الفرق ما بين النتوركس؟ الفرق بينهم عباره عن فرق في الكوميونيكيشن بروتوكول. يعني بالظبط كده انا عندي جهاز الكمبيوتر، ما جهاز الكمبيوتر برضو فيه بورتات مختلفه، يعني في بورت خاص باليو اس بي، في بورت لو جينا الاجهزه القديمه قبل كده في سيريال بورت وفي بارال بورت وفي بورت خاص اللي هو الفيجا بورت. فبرضو الكمبيوتر لو هتيجي تفكر فيه ما هو فيه بورتات مختلفه. طب ليه البورتات المختلفه دي موجوده؟ لان هي بتديني اولا كوميونيكيشن بروتوكولز مختلف، وبعدين في حاجات تنفع مع اجهزه معينه وفي حاجات تانية ما تنفعش. فلو انا مثلا عايز اوصل الداتا شو مثلا او جهاز عرض بالجهاز اللابتوب اللي انا بستخدم بورت معين، ما اقدرش مثلا ما ينفعش استخدم سيريال بورت، ما ينفعش استخدم مثلا اليو اس بي وهكذا. يبقى اذا كل بورت بيديني وظيفه مختلفه، والوظيفه دي جايه منين او الفائده بتاعته جايه منين؟ جايه من اختلاف الكوميونيكيشن بروتوكول اللي بيتم عن طريق البورت دي. فالفروق بينهم بيكون في عدد الماستر سليف بوينتس اللي ممكن اوصلها على البورت، او يعني خلينا نقول عدد النودز اللي ممكن اوصلها على النتورك دي، وسرعه الكوميونيكيشن. يبقى في نتورك بتديني كوميونيكيشن اسرع من الثانيه. فالنتوركس اللي هو الام بي اي والبروفي باس والدي بي هم الثلاثه مبنيين على الكوميونيكيشن بتاع السيريال بورت اللي هو الار اس 485. اخر نقطه هنتكلم عنها فيما يخص السي بي يو اللي هي الستيتس ليدز. هنلاقي في السي بي يو هنا دايما في موجوده مجموعه من الليدات، كل ليد من دول ليها لون معين، واللون ده بيبقى ليه انديكيشن معين. فلاقي مثلا في عندي هنا ليد اسمها اس اف، في عندي دي سي 5 فولت، فورس، ران، ستوب وهكذا. فتعال نشوف الليدات دي بتعمل ايه بالظبط، او ايه معنى الاشارات بتاعتها. الاس اف معناها او اختصار كلمه سيستم فولت. فاللمبه دي لو نورت وهي لونها احمر معناها ان البي ال سي او السي بي يو بيقول لي ان في مشكله في الهاردوير، او في مشكله في البرنامج اللي هو بينفذه، وبالتالي محتاج ان نعمل تشيك على
الهاردوير والسوفت وير عشان البرنامج يتم بشكل مظبوط. بعد كده في عندي لمبه ثانيه اللي اسمها بي اف اللي هي اختصار كلمه باس فولت، فدي لو نورت ودي لونها احمر برضو معناها ان البي ال سي بيقول لي ان في مشكله في النتورك، في مشكله في كومبوننت معين متوصل بقى البي ال سي على نتورك معينه، ففي مشكله في النتورك اللي ما بينه وما بين الكومبوننت الثاني ده. بعد كده في عندي ليد ثانيه اسمها مينت ودي لونها اصفر، يبقى لو نورت باللون الاصفر دي معناها ان السي بي يو بيقول لي لو سمحت اعمل مينتنانس، يعني وديني الصيانه كده. السي بي يو بيقول ان في مشكله كبيره عنده تمنعه ان هو يعمل اكسكيوشن او ينفذ البرنامج بشكل صحيح. فلما تنور اللمبه دي معناها ان السي بي يو لازم يتعمل له صيانه. بعد كده في عندي دي سي 5 فولت دي لونها اخضر، لو نورت معناها بيقول لي ان الباور سبلاي اللي موجود على السي بي يو واصل مظبوط تمام 5 فولت اللي هو محتاجه. يبقى دي لو نورت معناها انه بيقول لي ان تمام الباور سبلاي المتوصل بيه كنوع من تشيك واصل له بشكل مظبوط. بعد كده الفورس ده لونها اصفر، دي معناها ان لو نورت بيقول لك ان في انبوت اوتبوت فورسنج اكتيف. يعني ايه انبوت اوتبوت فورسنج؟ هنشوف الحكايه دي قدام، بس هو ببساطه كده معناها ايه؟ معناها احيانا لغرض معين ممكن يكون لغرض تيستنج مثلا، انا بوهم السي بي يو ان في انبوت معين جاي موجود دلوقتي على تيرمينال معين على طرف معين، في حين فيزيكالي مفيش حاجه بتوصله على الطرف ده، او العكس ان انا بجبره يبعت اوتبوت معين على احد الاوتبوت تيرمينالز حتى لو ان مفيش حاجه بالهاردوير متوصله عليه. ففي الحاله دي احنا بنعمل فورسنج، يعني بنعمل فورسنج للانبوت او للاوتبوت، فدي لما بتنور بيديهاني كرساله تحذير ان انا شايف هنا سيجنال في حين ان مفيش حاجه متوصله او فيش سيجنال جاياني، لكن جوه البرنامج جاي لي ان في سيجنال. الران ليد معناها لو نورت معناها ان السي بي دلوقتي شغال في الران مود، يعني بينفذ البرنامج اللي جواه. والستوب معناها ان البي ال سي دلوقتي في وضع الستوب، يعني مش بينفذ البرنامج اللي جواه، وبالتالي مفيش اي اوتبوت هيطلع من السي بي يو. فده كده باختصار الملخص بتاع الجزء اللي احنا اتكلمنا عنه في المحاضره الاولانيه بشكل سريع. اتكلمنا على الاجزاء والكومبوننتس الاساسيه والدافع كان وراء ظهور بي ال سي ومميزات البي ال سي مقارنه بالريليز والكونتاكتورز، وبعدين اتكلمنا على بالنسبه للمودولر اللي احنا هنركز عليه في الكورس. اتكلمنا خدنا بعض المعلومات عن الباور سبلاي وظيفته ايه، وبعدين خدنا بعض المعلومات المتعلقه بالسي بي يو من ناحيه الميموريز الموجوده في السي بي يو، ومن ناحيه انواع البورتس المختلفه اللي ممكن نلاقيها على البي ال سي في السي بي يو، والستيتس ليدز اللي ممكن نلاقيها على البي ال سي. ان شاء الله في المحاضره الجايه هنكمل باقي الموديولز، هناخد السيجنال موديولز اللي هي ديجيتال انبوت وديجيتال اوتبوت والانالوج انبوت والانالوج اوتبوت، وكمان بعض الموديولز الاخرى اللي ممكن تقابلنا زي الفانكشن موديول او زي الكوميونيكيشن بروسيسور او زي الانترفيس موديول، ونشوف الموديولز دي وظيفتها ايه وشكلها ايه، بيتم ازاي توصيلها مع البي ال سي. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.